تنزهنا في مساكن الفقر طويلا، سكننا بيوتا ليست ببيوت، تلك طفولتنا إخوتي وأنا. وكان الزمان بطيئا فالتعاسة سلحفات، والصغير الياس يتكئ على حافة انتظاراته، لفتة في اللهو ولفتة في الحرمان، فالفقر يتم آخر. كنت أخترع له لعبا، أنسج لجفنيه نعاسا من حكايات، وأحتال عليه كل صباح فأعده بنزهة على حفاف الأقنية المائية تنتهي في مدرسة الراهبات. كان يبكي ويثور ويشتمني، فالأخ الياس واحد من أفراد القبيلة الرحبانية التي لم تكن يوما واحد من أفراد القبيلة الرحبانية التي لم تكن يوما على علاقة جيدة مع المدرسة، وظل يتكاسل حتى صار عبقريا. يا صغير الأمس، كثيرا ما كنا نخطفك من رقادك الليلي لتغني معنا في الحفلات، وكان يعذبني صوتك المبحوح الآتي من طفولة مكسورة. كنا وتعذرني اليوم نصارع من أجل تأمين اليومي والضروري، لكن الذي لم تكن تعرفه أنت ولا نحن حين كنا نلهو بأفكار وأنغام لا سابق لها، كنا نحن الإخوة المجهولين نؤسس زمنا فنيا جديدا سيجتاح هذا الشرق. عندما بدأت الكتابة عنك تمرد قلمي وامتشق الكبر، فاسمح لي أن أتناسى أخوتي لك، أن أشلح جبة التواضع. فالحقيقة أن تعلن أيها السيد الكبير، وإني أحييك على امتداد الصوت والتاريخ.